السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في الرحلات المعرفية عبر الويب ويب كويست. وصلنا الآن إلى موضوع مهم جدا، هو عناصر الرحلة المعرفية عبر الويب. لبناء رحلة معرفية ماذا يلزمنا؟ ما هي العناصر الأساسية التي تلزم المعلم لإعداد رحلة معرفية عبر الويب تحقق الهدف التربوي منها؟ هناك عناصر للرحلات المعرفية يجب على المعلم المرور بها للوصول إلى رحلة معرفية قابلة للتنفيذ في الحصة الصفية. هذه العناصر هي التمهيد introduction، المهام tasks، المصادر resources، العمليات processes، التقويم evaluation، الخاتمة conclusion. الرحلات المعرفية هي مجموعة من صفحات الويب، كل صفحة تتولى مكونا محددا من مكونات الرحلة المعرفية التي تتم في شكل من الخطوات الأساسية المنظمة. الرحلة المعرفية مجموعة صفحات ليست صفحة واحدة، على المعلم أن يقوم بإعداد مجموعة صفحات، كل صفحة تمثل عنصر من العناصر الأساسية للرحلة المعرفية. في النهاية مجموع هذه الصفحات سيكون رحلة معرفية مكونة من 6 خطوات رئيسية تتم بشكل متتالي. نعيد هذه الخطوات المتسلسلة مرة أخرى. العناصر الأساسية لبناء رحلة معرفية تحقق الهدف التربوي، لابد أن يقوم المعلم بإعداد مقدمة للرحلة المعرفية تتضمن مجموعة من المهام على الطلاب أن ينفذونها داخل الرحلة، محددا المصادر أو صفحات الويب التي تلزم الرحلة المعرفية، ثم عمليات للبحث والاستقصاء والاستكشاف والتقصي داخل هذه الصفحات، ثم مرحلة التقويم التي يعرض فيها المعلم صحة أو خطأ ما توصل إلى الطلاب من هذه الرحلة التعليمية فيقوم نتيجة عملهم. تلي ذلك خاتمة الرحلة المعرفية بعرض النتاج النهائي للرحلة المعرفية التي تمت في الحصص الصفية. هذه الخطوات الستة تتم بشكل متتالي، على المعلم أن يمر بها مرحلة مرحلة حتى يصل إلى خاتمة الدرس وعرض النتاج النهائي من الرحلة.